السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سهيل مزيري من تقنب الأحدود. معنا زي ما أنتم شايفين سامسونج جالكسي بي، واحد الجوالات اللي فريدة من نوعها، فيها البروجيكتور زي ما أنتم شايفين. خلونا نشوف محتويات العلبة. طيب أنا بعد ما أفك العلبة ونشوف المحتويات نذكركم مواصفات الجهاز بشكل سريع. طبعا الجهاز أبعاده 124 كطول، في 64.2 العرض، و 12.5 مليمتر اللي هو السماكة، سماكة الجهاز زي ما انتم شايفين هنا. طبعا الجهاز يوزن حوالي 145.3 جرام. نشوف هنا ايش في بعد، هنا بعض الاشياء اللي هي الكتيبات، دليل صيانة كذا، ما ادري ايش هذا. وطبعا الجهاز فيه بيلت ان بروجيكتور، اتش دي بروجيكتور، وهذا زي ما انتم شايفين شاحن، بحيث انه نوضع. طبعا الجهاز هنا شوف، هنا بعد البطاريات، هذه بطاريتين جايه مع الجهاز، تحطها على اساس تقدر تشحن البطاريات. هذا شحن خارجي، اوكي نخليه على جنب. وطبعا راس الشاحن زي ما نشوف ثلاثي، وطبعا هذه سماعات، السماعات، و طبعا السلك اللي هو المايكرو يو اس بي زي ما انتم شايفين للشحن ونقل البيانات، واخيرا السماعات. طيب خلي الاغراض هذه على جنب ونرجع للجهاز. طبعا احنا وقفنا عند البروجيكتور. طبعا الجهاز في شاشه هي 4.4 انش، 480 في 800 بكسل او العكس، يعني بدقه او كثافه 233 بيكسل بير انش. وطبعا الجهاز مزود في الداخل بذاكرة داخلية في 8 جيجا بايت، والرام هي 768 ميجا بايت، ومزود ببلوتوث فيرجن 3 و5 ميجا بكسل كاميرا الخلفية مع فلاش ال اي دي، وتصوير فيديو على اللي هي الاتش دي 720 30 فريم في الثانية. وأيضا الكاميرا الأمامية عندنا هي VGA أو 1.3 ميجا بكسل. طبعا الجهاز مزود بنظام اللي هو الجينجر بريد 2.3.6، والجهاز أيضا مزود بالبطاريات اللي هي هذه. طبعا 2000 ملي أمبير راح تحصل على بطاريتين مع الجهاز. الجهاز طبعا مزود بمعالج ثنائي النواة كورتكس A9، وأيضا اللي هو الجي بي يو أو المعالج اللي هو الرسوم هو مالي 400. طيب خلونا ما نطول بس بذكر مواصفات الجهاز، وننتقل للشيء المهم في الجهاز هذا اللي هو البروجيكتر زي ما انتم شايفينه هنا. راح نشوف ديمونستريشن عنه، لكن قبل هذا بنشوف احنا الجهاز وش فيه، يعني من الجنب هذا والجنب هذا. نشيل السكات. الجهاز مع الجانب هذا فيه اللي هو الزر هذا اللي هو حاطينه سامسونج على اساس تسوي لانش للبروجيكتور بشكل سريع، بمجرد انك تضغط عليه ضغط مطول راح يشغل البروجيكتور مباشرة. طبعا هذا زر القفل وزر الغاء او زر تشغيل الجهاز واطفائه، وهنا عندنا فتحة المايكرو يو اس بي اللي هي ممكن تخليك تقدر ترفع الذاكرة الداخلية للجهاز إلى 32 جيجا بايت. وعندنا هنا طبعا فتحة السماعات اللي هي 3.5 مليمتر، وأزرار الصوت، ومدخل للشريحة. طيب ننتقل لي طبعا خلونا نشوف ديمونستريشن عن البروجيكتور ونشوف النظام بشكل عام نتكلم عنه إن شاء الله. خلوكم معنا. رجعنا لكم مرة ثانية بعد ما شغلنا البروجيكتور، ومعنا الجالكسي بيم. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني البروجيكتور بالنسبة لي اشوفه ممتاز جدا. طيب بداية تشغيل البروجيكتور، اول ما نضغط، لو تذكروني ذكرت انه في زر جانبي خاص للبروجيكتور وضعته سامسونج بحيث ان التشغيل سريع له. اول ما تضغط الزر راح تظهر لك يعني قائمة، اللي هي هذه القائمة، قائمة الدخول السريع، يعني الجهاز العرض اللي هو البروجيكتور. راح من اول خيار راح تعدل الفوكس، تعدل فيه، تشوف المستوى حقه هل هو مناسب لك او لا،
والزر الثاني هو لتدوير الشاشة، تحطها بالعرض بالطول يعني اللي يعجبك. والزر او الزر اللي كان قبل شيء ثاني، وهذا الثالث اللي هو طبعا الكويك باد، اتوقع اسمها الكويك باد، هي لوحة سريعة كويك باد مسمينها. اول زر على اليسار عندنا هنا اللي هو المؤشر، طبعا هنا في زي الماوس صغير يطلع لك على اساس تأشر على الاشياء اللي موجوده في الشاشه، وهذه تقدر تستخدمها فوق كل برنامج، يعني اي برنامج تقدر تستخدم عليها اللي هي الكويك باد هذه بمجرد الضغط على الزر زي ما سوينا. طبعا في قلم هنا صغير، يعني تقدر تكتب اي شيء على الشاشه اللي تبغاه على اي برنامج زي ما ذكرنا. ومن هنا تقدر تختار اللون، اخترنا البنفسجي، يعني كتابه اي شيء تحتاجه. ممكن تخلي هذا سمك الخط، يعني تغيره على حسب ما تبغاه وتختار السمك اللي يعجبك. طبعا في هنا هذا المسح للمسح، وفي طبعا زر للخروج. طبعا في ممسح هنا للاستيضاء تمسح شيء، وفي زر الخروج نخرج منه الان. طبعا بنشوف برامج سامسونج الاعتيادية. طبعا هنا البرنامج هذا هو طبعا تشغيل البروجيكتر عن طريق الجوال بشكل مباشر، ويحتوي ايضا على خصائص للبروجيكتر نفسه او جهاز العرض زي ما يسمونه. هنا ممكن تحط اللي هو الفوكس او التركيز والتدوير، تدوير الشاشه زي ما ذكرنا قبل شوي. وهنا خصائص بعد اللوحه السريعه زي ما ذكرنا اللي جربناها قبل شوي، وايضا المتقدم المرئي اللي كاتبينه اللي هو ممكن انك تشغل الكاميرا وتعرض، يعني تعرض الكاميرا في البروجيكتر. اوكي، لكن احنا في الظلمه الحين ما نشوف شيء. وهنا في الوضع المحيط انه ممكن تحط يعني تتحكم بالصوت اثناء عمل البروجيكتر. وهنا طبعا انتم بتشوفون هنا البروجيكتر ممكن تستخدمه ككشاف، يتحول لضوء ابيض، ممكن تعدل السطوع تخليه عالي او تقلله. طبعا كل ما علت السطوع كل ما قلت البطاريه، وما انصح فيه يعني صراحه. خلونا نشغل البروجيكتور مره ثانيه لان طفى. اوكي، نروح بعد هنا. هذا حاطين احاطه، اي هذا ممكن انه يعني بعض الخصائص السريعه اللي حاطتها سامسونج في جهاز العرض. وهنا الضبط حق جهاز العرض، هنا تختار الاضاءه هل تبغاها قويه تبغاها ضعيفه. هنا ممكن نقلل الإضاءة شوي زي ما تشوفون، قلت الإضاءة، نختار على السطوع. ممكن تختار لها مهلة يعني بحيث انها لو جلست مثلا 30 ثانية او غيرها يعني تطفى. وهنا طبعا اتجاه الشاشة هل هو اتجاه تلقائي او عرض افقي فقط تختارها، يعني وهذا كل خصائص. وفي طبعا زر المساعدة بحيث انك لو احتجت مساعدة او يعني احتجت تعرف بعض الاشياء عن الجهاز. طيب، وهنا طبعا اللي هو تاتش ويز 4 زي ما انتم شايفين مع نظام الجينجر بريد 2.3.6. ممكن هنا بعد نشوف القائمة كالعادة اللي هي موجودة، ونشوف الضبط مثلا، نشوف ان الجهاز يدعم اللغة العربية. وهنا زي ما انتم شايفين طبعا نظام جينجر بريد. طيب، بالنظر يعني للبرامج، بنشوف ان البرامج هي البرامج المعتادة اللي موجودة في الاندرويد، البرامج الاساسية وزيادة عليها طبعا برامج سامسونج الاول شير والسوشيال هاب والميديا هاب و يعني الفويس كوماند فويس توك وغيرها طبعا، وسامسونج ابس طبعا. وهنا في برامج المفكرة الميمو ممكن تعرضها يعني على الشاشة. الميزة في البروجيكتر انه ممكن تستخدمها استخدامات متعددة، يعني مثلا احد الاستخدامات الحلوة فيها انه ممكن تستخدمها في العروض التقديمية في الاجتماعات مثلا، ممكن تحطها بشكل مباشر وتعرض اللي انت تبغاه عليها. ايضا في بعد استخدام حلو ذكروا لي حق الموجودين في سامسونج انه ممكن يستخدمونها الطلاب للدراسة، ممكنك تعرض المادة او الكونتنت على البروجيكتور، تستخدمونها اكثر من طالب للدراسة، ممكنك تعرض اي شيء على البروجيكتور. يعني في هنا مثلا نشوف بعض هذا المحرر، احنا نبغى عارض الصور او الجاليري او الاستوديو، يعني هنا بنشوف فيلم قصير مثلا، ممكن انك تعرض عليها افلام اللي تبغى اللي انت تبغاه يعني بشكل. بنشوف فيلم اخر بعد، اتوقع ان هذا هو اللي فيه.
خرفان الطير. أيوة هو هذا هو. يعني زي ما أنتم شايفين ممكن استخدامات متعددة جدا، يعني أي شيء في الجوال، أي برنامج ممكنك تعرضه على البروجيكتر بشكل مباشر. طبعا في برنامج هنا أكيد أنه يهم الجميع أنه ينعرض على البروجيكتر اللي هو اليوتيوب. اليوتيوب يعني ما أدري، اضطرت أني أضحك على الجوال على أساس أنه يعني يعرض بشكل بالعرض. يعني الآن الجوال يعني حاط أنا بشكل عادي، ممكن يعني بحتاج أني أقلب الجوال شوي وبعدين أرجعه على أساس يعرض لي بشكل عرضي ويعرض لي الفيلم اليوتيوب بشكل عرضي. أوكي، في بعد استخدام أخير وهو تصفح الإنترنت. طيب نشوف تقنية بلا حدود أنليمت تو طلع. أوكي التقنية بلا حدود طبعا اللي راح يعرض نسخة الجوال أتوقع الآن، لا عرض الموقع كامل، وزي حركة اليوتيوب بنضطر أن نحط الجوال بالعرض يعني على أساس يعرض لي الجوال بالشكل العرضي هذا. طبعا التحكم في الجوال غريب، يعني راح يكون تلاحظ أنه غريب شوي لأنك راح تتحكم فيه بشكل غريب مع الجنب يعني. فما أدري هذا الموقع فتح ولا لا. أوكي على العموم حنا وضحنا الفكرة. فهذا تقريبا كل ما لدينا عن هاتف الجالكسي بي. يمكن معكم أخوكم سالم زين من تقنية بلا حدود، مع ألف سلامة.